بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن تعلن فيديو قصف المدمرة الأمريكية USS كارني. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهم ارتباط بالكيان الصهيوني. الأولى سفينة سوان أتلانتيك محملة بالنفط، والأخرى سفينة MSC كلارا تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين في البحر الأحمر بعد رفضهما لنداءات استجابة القوات البحرية. نجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم ما عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر، وإن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا. ونؤكد استمرار منع كافة السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية من أي جنسية.